إذن بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين أيها الأخوة المتابعون. في كل مكان ينطلق شوط للأخوة السودانيين يحمل في طياته البكار والجعدان أيضا على حد سواء، شوط يحمل هذه الأسماء والشعارات. مباشرة إلى مقدمة شوط إلى تبوك العوض العمدة السوداني، يقدم لنا تبوك مع المركز الأول، بينما المركز الثاني التواصل في هذه اللحظات من مياس الإبراهيم بن محمد بن سعيد السوداني، بينما ثالث الأسماء هناك أيضا نو تايم للوليد أحمد أبو خالد السوداني يتقدم في هذه اللحظات مع نو تايم، ونقول له نعم بالفعل نو تايم يا نو تايم، نو تايم نو هاف تايم. هو المتابعين الكرام بخلال هذا الانطلاق، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى مقدمة الشوط متابعين الكرام بهذا الأداء الرائع والجميل، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى تبوك. يقدم تبوك في هذا المسار عوض العمدة السوداني، والمركز الثاني هناك أيضا مياس الإبراهيم بن محمد سعيد أيضا السوداني، بينما هناك الوصول في هذه اللحظة القدوم من نقم لعبد الله عباس بن محمد أيضا الأمير السوداني يتقدم في هذه اللحظات مع نقم. هنا متابعي الكرام تصل في هذه اللحظات نقم خطيرة للغاية في الأمتار المجنونة، هنا نقم تأتي بالاندفاع عباس بن محمد الأمير. تهانينا إذا متابعينا الكرام لمالك نقم ومن قدم نقم في هذا المسار عباس محمد الأمين. أيضا المركز الثاني متابعينا الكرام، المركز الثاني تبوك لعوض العمدة السوداني، بينما المركز الثالث أيضا مياس الإبراهيم بن محمد بن سعيد السوداني. تهانينا مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام لمن قدم لنا هذا الأداء الرائع والجميل مع نقم، وأتت في اللحظات الأخيرة عباس محمد الأمير أو الأمين هنا متابعينا الكرام. إذا تهانينا والناموس. التوقيت الزمني كان مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام هناك دقيقة 48 ثانية 53 أيضا جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز على هذا الانتصار. هكذا نكون قد انهينا سباق هذا اليوم في هذا المساء الرائع والجميل. تقبلوا تحياتنا ايضا، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.